منزل صمم بيد المهندس اللبناني نزار حداد ليكون صديقا مميزا للبيئة، إنه لايف هاوس. البيت المبني في قرية في لبنان جاء كمعالج للنقص المستمر في الماء والكهرباء بالبلاد. كذلك فقد دمج المهندس حداد بين طراز العمارة القديم والجديد ليكون المنزل قطعة فنية ساحرة. ليس ذلك فحسب، فالمنزل البيئي اللبناني غير مكلف، فهو يخزن حرارة الصيف ليمنحها لسكانه في فصل الشتاء. أما الماء المستخدم فيه فينقى بتقنيات عالية تصبح غير مكلفة مع الزمن، ليكون المنزل بيت استدامة بكل معنى الكلمة. بالأرقام نتعرف على التوفير الذي يمكن أن تمنحه الطاقة النظيفة. 90% من تكاليف الطاقة السنوية يمكن أن توفر باستخدام المصابيح الحديثة LED بدلاً من المصابيح القديمة المتوهجة. 30% ممكن توفيرها سنوياً من طاقة التبريد والتدفئة عبر تركيب النوافذ الموفرة للطاقة بدل النوافذ القديمة. 2700 وعاء من الماء يمكن توفيرها عبر استبدال خرطوم الاستحمام القديم بالحديث الموفر للمياه. 34% من المياه يمكن توفيرها بتركيب سخان مياه دون خزان، أي مياه عند الطلب، هو أكثر كفاءة من الخزان العادي. 50% من تكاليف الطاقة يمكن توفيرها من خلال أجهزة تجفيف الملابس والأطباق وغيرها من الأجهزة الأكثر صداقة للبيئة. من قرية بسكنتا ينضم إلينا المهندس نزار حداد. نزار، يسعد صباحك، أهلا بك، شكرا على تواجدك معنا، منورنا في صباح العربية، وعرفنا على البيت البيئي الأول في لبنان وفي الشرق الأوسط. مرحبا. هذا البيت إذا بدنا نقول هو تصلوا شي 5 سنين عم بيتصمم وعم بيتعمر. الفكرة من وراه هو يكون قد ما فينا صديق للبيئة، يكون زيرو كاربون فوت برينت، ويكون مركز اكثر شيء على الاكتفاء الذاتي. فالمبدا من وراه هو كان بالاساس الدمج بين الطرق الاعمار القديمه، يعني اذا بدنا نقدر ناخذ احسن شيء من الاعمار القديم اللي كانوا يعملوه جدودنا، اللي كان اذا بدنا تطور على الاف السنين، وندمجه مع كل المودرن ساينتفك نوليدج اللي عندنا اياه بهالايام، بطريقه يكون عندنا اذا بدنا ذا التيميت فيرجن اوف ا كونستراكشن. فمثل ما شايفين هون البيت معمر بيستعمل مواد طبيعيه، معمر بحجار، معمر بكلس، اذا بدكم تشوفوا جوا معمر هو بالاساس كل حيطانه من دواليب، حيطان الدعم الورانيه الستراكشرال وولز معمرين بدواليب معبين تراب. جميل. يعني نزار مش بس عامله صديق للبيئة، كمان فيه هيك جماليات، يعني شعرنا بأنه كوزي زي ما بيقولوا البيت طبعاً. وكمان يعني البيت الأمثل والنموذج الأمثل في بلد يعاني من قطاع الكهرباء، أزمة كهرباء وأزمة مي في لبنان. مزبوط. مثل ما قلت لك، يعني في مركزين كثير على الاكتفاء الذاتي بهذا البيت، يعني كهربته بيخدها من الشمس، وبدنا نجرب هلا ناخذها كمان من المي لانه في نهر مش بعيد عن البيت. يعني شو ما عندنا ريسورسز موجودين حوالي بالارض اللي عم نعمر فيها بنجرب نستعملها لخدمه البيت. ومن قصه المي هي من الشتاء، اكيد ناخذ ميتنا من الشتاء وبنكررها عده مرات، يعني البيت بكرر ميته 4 مرات بطريقه انه بيستعمل ميه الدوش وميه المغسله، بيستعملها بتقطع باوضه ازاز فيها مزروع فيها زريعة تطلع كل السنة. فهيدي المي بتتكرر هونيك، بيسموها جراي ووتر، بنرجع بتستعملها لكرسة الحمام، كرسة الحمام التويلت فلاش، بتحول المي لبلاك ووتر، بيرجع هالبلاك ووتر بنستعملها آخر شيء لنولد فيها غاز بايوغاس بتتخمر بخزان، ذن إت جوز تو إذا بدك
اسمه ريد باد، يعني اذا حوض من القصب. وحوض القصب بكرر بيرجع هذه المي لترجع تستعمل للإيريجيشن. طيب نزار، هلا هو مثل ما قلت البيت مركز كثير على على الجمالية، يعني على الانسجام مع الطبيعة، وهذا الشيء كمان اللي بيخليه يتميز عن غير انواع بيوت كمان هي صديقة للبيئة، لأن احنا يعني في كثير بيوت بالعالم صارت معمولة بطريقة انها صديقة للبيئة، بس هون التركيز كثير هو كمان الانسجام مع الطبيعة. طيب بالمقارنة مع باقي البيوت يا نزار، يعني بالنسبة للبيوت العادية، لو نتحدث عن كلفة هذا المنزل البيئي وهل يمكن تعميمه في لبنان؟ ايه هلا كلفة هيك بيت كلفته اذا بدك اقل او تقريبا قد بيت كونفنشنال كونستراكشن، بيت طبيعي من الاعمار المعتمد هلا بوين ما كان يعني. بس الفكره هي على المدى الطويل، التوفير بيجي على المدى الطويل لانه ما فيه اي تكاليف اضافيه ولا صيانه ولا استهلاك لا فيول ولا اي نوع ريسورس للتدفئه وللتبريد. سو بهالطريقه واحد بيكون موفر كثير على المدى الطويل. نزار، بحكم انك مهندس، يعني بس تشرح لي اليوم البيوت القديمه كلها كانت مصممه انه ما كان في فكره اير كونديشن ولا حتى كهرباء ولا كل هاي الامور الموجوده هلا في البيوت العصريه. طب ليه ما المهندسين اليوم يصمموا على طراز البيوت القديمه بطابع عصري بيمشي مع الحداثه؟ ما هي هلا هي الفكره، هي انه من وقت ما صار في الاندستريال ريفولوشن، الثوره الصناعيه بال 1800، يعني ايه الثوره الصناعيه صار في اذا بدك مثل نوع من العالم بدها تجديد، بدها تغير، بدها تستعمل هالمواد الجديده وبدها تروح بسرعه اكثر، يعني بدها في مواد صارت بتخليك تسمح لك تعمري بطريقه اسرع بكثير. ف من وراء هالشيء صار في نسيان لكل هالطرق القديمه، واذا بدك مثل نوع من كيف الفاشن، يعني انه خلص هولي قصص قديمه زهقنا منها، ومن هون لهون قلبت بالنسيان، وقعت بالنسيان وما بقى العالم تهتم فيها، مع انه عندها يعني اذا بدك حسنات وبروبرتيز يعني كثير افيشنت، يعني كانوا وقتها يصمموا بطريقة أنه البيوت تكون مثل ما قلت يعني مريحة بلا استهلاك طاقة. ومش بس هيك، كانوا يعمروا باللي عندهم إياه تحت إجريهم على الأرض، فهذا الشيء كان أنه أكثر شيء ممكن فيك تلاقيه كصديق للبيئة. طيب هو تعمري بالموجود حواليك. نتمنى أن يعمم هذا النموذج خصوصا في لبنان. شكرا جزيلا لك في قرية بسكنتا المهندس نزار حداد، شكرا لك.